طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، نشرة الثامنة على قناة الموريتانية ستتابعون فيها. بلادنا تعلن من خلال بيان لوزارة شؤون الخارجية والتعاون رفضها لإعلان استقلال كاتالونيا من جانب واحد. نواكشوط تشهد انطلاق فعالية النسخة الأولى من مهرجان أردين للتعريف بهذه الآلة الموسيقية العريقة. في ملف النشرة تتابعون حرائق القمامة في نواكشوط، من المسؤول؟ حياكم الله. أعلنت موريتانيا اليوم رفضها لإعلان استقلال كاتالونيا من جانب واحد. جاء ذلك في بيان لوزارة شؤون الخارجية والتعاون، هذا نصه: بعد إعلان استقلال كاتالونيا من جانب واحد، تؤكد حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية رفضها لهذا الإعلان الذي يشكل انتهاكا لوحدة مملكة إسبانيا وسلامتها الإقليمية، وإدراكا منها لما قد يترتب على ذلك من عواقب سلبية على السلم والأمن في إسبانيا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط وفي العالم. تعرب موريتانيا عن تضامنها الكامل مع الحكومة الإسبانية وثقتها الكاملة في قدرتها على ضمان احترام الدستور وبالتالي المحافظة على السلامة الإقليمية وسيادة المملكة الإسبانية الصديقة. وإن تفعيل مجلس الشيوخ الإسباني للمادة 155 من الدستور يشكل استجابة قانونية تتناسب مع القرارات غير المنطقية التي أصدرها برلمان كاتالونيا. انطلقت الليلة البارحة في الفضاء الثقافي بمباني المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث الثقافي بنواكشوط، انطلقت فعالية النسخة الأولى من مهرجان أردين. المهرجان المنظم من طرف جمعية النساء الفنانات يرمي إلى التعريف بهذه الآلة الموسيقية العريقة. بهذا الإيقاع الموسيقي التقليدي الأصيل، استطاعت الفنانة الموريتانية قديماً أن تفرض لنفسها مكاناً خاصاً في المحافل الوطنية والدولية، وكانت رفقة آلة الأردين التقليدية الجامعة لمكونات الجوق الموريتاني مترجمة وموجهة للأحاسيس والمشاعر. مهرجان أردين الذي جمع في فضاء نخبوي مفتوح رائدات مبدعات في العزف على الأردين هو تظاهرة ثقافية تحاول من خلالها الجهات المنظمة إعادة الاعتبار إلى هذا الجزء الهام من أصالة البلد. إننا في قطاع الثقافة نرى أن الفن أداة رافعة في نهضة الأمم والشعوب، وهو وسيلة للتلاقي والتقارب بين مختلف الثقافات، وأداة ناجعة في نشر ثقافة السلم والتسامح في ربوع العالم. وبما أننا نعول كثيرا على فنانينا في الحفاظ على أصالتنا والنهوض بموريتانيا الجديدة، فإنني أعلن باسم وزير الثقافة والصناعة التقليدية على بركة الله افتتاح تظاهرتكم هذه، راجيا أن تكون إضافة نوعية فيما نسعى إلى تحقيقه من نشر للخير والسلام والحب في منطقتنا وفي العالم أجمع. جمعية النساء الفنانات الجهة المنظمة لهذا المهرجان برعاية من وزارة الوصية تدعو من خلال النسخة الأولى إلى التعريف بهذا الإرث الثقافي. إن آلة الأردين العريقة والتي تدل على أصالة هذا الشعب وتمسكه بتقاليده ومعالم تراثه تستحق منا جميعا كامل العناية لما لها من دور تاريخي وتعزيزي لتكاتف جهود ساكنة هذه الأرض، وإيمانا منا في جمعية نساء الفنانات لما لآلة الأردين من دور محوري وما لها من أهمية بالغة، قررنا أن ننظم تظاهرة تعرف بهذه الآلة لنفض الغبار عنها وإعادة الاعتبار لها لكي تحجز مكانتها اللائقة في نفوس شبابنا وشاباتنا
أولا وفي نفوس الكل ثانيا، ضمانا لاستمرارها في عصر طابعه السرعة. العروض الفنية والمسرحية التي ميزت السهرة الأولى عكست بتنوعها ثراء الموسيقى الموريتانية والحضور اللافت لآلة أردين في الحفل الموسيقي المتعدد الإيقاعات. في مدينة النعمة بولاية الحوض الشرقي انطلقت ليلة البارحة كذلك فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان السلام للثقافة والفنون والسياحة. ترمي هذه التظاهرة إلى نفض الغبار عن تراث وكنوز ولاية الحوض الشرقي الثقافية والفنية. انطلقت في مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان السلام للثقافة والفنون والسياحة. خلال ثلاثة أيام سيتابع الجمهور في عاصمة الولاية عدة فقرات ثقافية وفنية تبرز العمق الحضاري والتاريخي لهذه الولاية. مستشار والي الحوض الشرقي وفي الكلمة الافتتاحية نوه بالجهود الجبارة التي بذلتها اللجنة للتنظيم وحرصها على استمرارية هذا المهرجان. مهرجان السلام يكتسي أهمية كبيرة إذ يعتبر فرصة سانحة تتجدد كل سنة لنفض الغبار عن تراث هذه الولاية وأدبها وفنونها. السيدات والسادة الحضور الكريم، لا شك أنكم تدركون جميعا ما توليه السلطات العليا للعمل الثقافي بشكل عام، وهو ما جعل قطاع الثقافة والصناعة التقليدية تعمل دائما على دعم الأنشطة الثقافية، ولعل ذلك ما جسدته هذه المهرجانات والتظاهرات التي تنظم من حين لآخر في شتى ربوع الوطن، والتي نحن الليلة في أحد أهمها وأكثرها تميزا. رئيس المهرجان ومنسقه العام السيد فاضل محمد فاضل هنأ في بداية كلمته أهل الثقافة والفن بإنشاء قناة ثقافية كانت مطلب جميع الفاعلين الثقافيين. وأهنئ الفاعلين الثقافيين بأننا الآن أصبحنا في مرآة الإعلام من خلال استحداث قناة فضائية ثقافية، حلم راود الكثير منا. أخيرا صاحب الفخامة رأى أن الثقافة هي المعيار الأنجح لكل شيء، فهي لا تعرف الحدود ولا تحتاج إلى تأشيرة، فالثقافة هي من تؤاخي الشعوب كما الرياضة. كذلك أعلن عن افتتاح قناة رياضية لها. عمدة بلدية النعمة نوه في كلمته بهذه التظاهرة التي يرجع لها الفضل في إحياء الثقافة في هذه الولاية ونبض الغبار عن تاريخها وكنوزها الثقافية والسياحية. هنا في نواكشوط نظمت جمعية العون المباشر بتعاون مع معهد الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية واللغوية مساء أمس حفل اختتام مسابقة محمد عبد الرحمن الخرافي للقرآن الكريم، وتم خلال الحفل توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة من حملة كتاب الله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. جمعية العون المباشر تنظم بالتعاون مع معهد الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية واللغوية حفل اختتام مسابقة محمد عبد المحسن الخرافي للقرآن الكريم التي تعد إحدى تجليات التعاون بين الهيئتين. تكريم لحملة كتاب الله وحديث عن مسابقات مماثلة وإنجازات في مجال العمل الإسلامي. هذه المسابقة ضمن سلسلة أعمال في بلادنا تسير في هذا النهج، هذا جانب. كذلك أنا مسرور أن يكون هناك اهتمام من شبابنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن هو حبل الله المتين، إذا تمسكنا به كان نجاحنا وفلاحنا. وجميل حقا أن نجد شبابنا يهتمون به يجيدونه حفظا وتلاوة وتجويدا.
على مراحل متعددة جرت تصفيات المسابقة وأسفرت عن اختيار المكرمين في هذا الحفل. هذه المسابقة بدأت منذ عدة أسابيع، وقد بذل المشايخ الجهد القاسي من أجل إنجاحها، وكانت تتمثل في تصفيتين، وقد جاءت النتائج إلى التصفية النهائية بعدد من حملة كتاب الله. تعددت المستويات القرآنية للفائزين في هذه المسابقة، وتشابهت هممهم في التنافس من أجل التميز في مجال حفظ وتجويد كتاب الله. تتواصل لليوم الثاني الحملة الوطنية الشاملة لتوزيع الناموسية المشبعة للعام 2017، والتي انطلقت أمس من قرية بوحديدة في مقاطعة يلاب بولاية البراكنة. وتدخل هذه الحملة في إطار جهود تبذلها وزارة الصحة من خلال البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وبالتعاون مع بعض الشركاء في التنمية. يستفيد من الحملة الوطنية الشاملة لتوزيع الناموسيات المشبعة للعام 2017 الولايات المحاذية للضفة، فضلا عن الأصابة وتقانت والحوضين، باعتبار الساكن بهذه المناطق أكثر عرضة لانتشار حمى الملاريا. وقد كانت الحملة التي أطلقتها السلطات العمومية من بلدية بوحديدة بمقاطعة ألاق فرصة حرص فيها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا على التحسيس بأهمية استخدام الناموسيات المشبعة عبر ملصقات وسكتشات هادفة مسموعة ومرئية. هذه الحملة اليوم اللي منطلقة من مدينة بوحديدة في ولاية البراكنة حملة وطنية فيها تقسيم 1,721,446 ناموسية على 8 ولايات، هما ترارزو والبراكنة وغورغول وقديماقة والعصابة وتقانت والحوضين. وزارة الصحة هي المسؤول الأول عن هذه العملية اللي بادة على الولايات الثمانية اللي معنية بمرض الملاريا. ساكنة بلدية بوحديدة ثمنوا مثل هذه التوزيعات التي ستمكن الساكنة من الحصول على ناموسيات مشبعة بشكل مجاني، مما يسهم في الحد من مسببات حمى الملاريا. أنا قارئ في القبوسين عندي، ودار إن شاء الله تم نرقد فيها نعدل ذاك وعدل اللقب. ناموسيات مشبعة وبلدية بوحديدة استفادت. وتنظم هذه الحملة التي سيتم خلالها توزيع 1,721,000 ناموسية مشبعة بالتعاون مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا ومنظمة الرؤية العالمية. نشرتنا متواصلة معكم، وفي ملفها الليلة ستتابعون حرائق القمامة بنواكشوط، من المسؤول؟ يلاحظ بشكل لافت تراجع الإقبال على مطالعة الصحف الورقية، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على العديد من الصحف. التقرير التالي يحاول حصر الأسباب الكامنة وراء تراجع الصحافة الورقية. مع بداية تسعينيات القرن الماضي ودخول البلاد مرحلة التعددية السياسية وما واكب تلك المرحلة من حرية للإعلام في البلد، ظهرت عدة صحف باللغتين العربية والفرنسية، وشكلت حينها متنفسا للعديد من القراء يستطلع من خلاله الأخبار المحلية. وبعد مرور أزيد من عقدين على ظهور حرية الإعلام في البلد، فإنه من الملاحظ اختفاء العديد من الجرائد وظهور أخرى وعدم انتظام صدور أغلبها في الوقت الراهن. لعل من أهم أسباب تراجع الصحافة الورقية أو الصحافة المكتوبة يسميها البعض، لعل من أهم أسبابها هو انتشار القنوات الفضائية والعالم الافتراضي المتمثل في الفيسبوك وتويتر والخدمات الأخرى الموجودة على الهواتف النقالة. هذه كلها أمور ربما ساهمت إلى حد ما في تراجع الصحافة الورقية. ضف إلى ذلك أن المعوقات الذاتية الأخرى التي ساهمت في تراجع الصحافة الورقية
تتمثل أساسا بعدم وجود إمكانيات مادية للناشرين، وبالتالي الاستقطاب السياسي أيضا ساهم إلى حد ما، بحيث لم تعد هناك صحافة ورقية من أجل العمل الصحفي المهني البحث، وإنما أصبحت في إطار تدخل في إطار الاستقطاب السياسي، إما معارضة وإما موالاة، الأمر الذي أفقدها الصبغة التوعوية الثقافية المهنية التي التي تعتبر من أسرار وجودها ولا من أسباب وجودها واستمراريتها. وعلى الرغم من إصدار القطاع الوصي لأزيد من 1000 تصريح منذ ظهور حرية الصحافة في موريتانيا، فإن الثلث تقريبا هو ما يصدر اليوم بشكل فعلي. أسباب تراجع الصحافة الورقية معروف هو نمو الإعلام الرقمي، هذا من الأسباب. سهولة الولوج للمعلومة عن طريق الإعلام الرقمي كيف فيسبوك واتساب وغيره، وكذلك المواقع الإلكترونية. الوسائل المادية، الوسائل المادية لها دور كبير في تراجع الإعلام الورقي، وانعدام الدعم الحقيقي للصحافة، انعدام دعم حقيقي للصحافة، عدم وجود مطابع رفيعة المستوى تنضاف إلى العقلية الموريتانية، عقلية القارئ الموريتاني. القارئ الموريتاني العمالقة خلقوا جيل من القراء نخبة، والكتاب الجدد لم يستطيعوا أن يقنعوا القارئة، كما أن للقارئ عقلية العزوف عن القراءة. ثقافة الموريتانيين بعيدة كل البعد عن الاطلاع، بالرغم من أن الأوائل الرحيل الأول من المثقفين الموريتانيين كانوا نهمين في القراءة. وحسب دراسة أعدتها وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني خلال الفصلين الأولين من العام الحالي، فإن ما يصدر فعليا من الصحف باللغتين العربية والفرنسية يزيد على 460 صحيفة، مع انتظام في الصدور لبعضها وعدمه بالنسبة للبعض الآخر. يؤدي انتشار ظاهرة الطلاق في أوساطنا الاجتماعية إلى توجه معظم النساء المطلقات إلى الاعتماد على أنفسهن في البحث عن وسيلة لكسب المعاش وتأمين القوت اليومي. وتعتبر السوق النسائية الخاصة ببيع الأثاث المستعمل في مقاطعة تيارت والمعروفة محليا بسوق التبتابات تعرف تجسيدا لكفاح المرأة وانخراطها في النشاط الاقتصادي النسوي. الزهرة عنوان لقصة كفاح وتحقيق للاكتفاء الذاتي أملت عليها ظروفها الاجتماعية الدخول في معترك حياة جديدة بعد خروجها من حياتها الزوجية، تتسم بالاعتماد على النفس ونبذ الاتكالية وتوفير لقمة العيش الكريم. واختارت الزهرة شق طريق العمل بالاندماج مع غيرها من النساء في هذه السوق النسائية المعروفة محليا بسوق التبتابات أو سوق الرحمة، والخاصة ببيع الأثاث والأدوات المنزلية المستعملة. عندها واحدة من العلايات اللي هون في هاي السوق، قولها سوق التبتابات، مطبق عليهم اللي سوق المطلقات، وأنا اللي كواحدة من علايات مجتمع موريتاني كامل اللي كانت عندها تجربة، كانت عندها أسرة وبتركتها الحمد لله، ومفصلت عن أسرتها وعادت تبقى تعتمد على رأسها، ما تبقى تنطرح على أهلها ولا تنطرحهم، اللي تعود عائق في المجتمع، تعود بدل ما تعود مساعدتهم تعود ناقصتهم. اخترت نعود مكتفية براسي ونعد العمل متهنت وشريف، ما يحوجني ندور شيء عند الناس ولا نعود بقايتي في رقاش نعود ندور عنده شيء، فهمتي؟ وهذا الأثاث اللي بدأت فيه، أثاثي أنا شخصيا كنت أستخدمه في بيتي، هذا صالوني وهذا تركياتي وذا قدحاني وفراشي وآلتي كاملة، سمعتي؟ كامل اللالي ولا حيواني. وتعج هذه السوق المحلية بمختلف المقتنيات المنزلية من أفرشة مستعملة وملابس ومستلزمات أخرى استدعت الضرورة تسويقها والاستفادة من مداخلها الاقتصادية. احنا لا في السوق نقال سوق التبتبات نبيع الدبش اللي فايت فيه، مستمعين منه الحمد لله، وسو ما شاء الله ما عندنا مشكلة. غانينا عن ياسر ما نصلن قاريات، نعود عندنا شهادة والله شي حليات هون توا حليات الحمد لله عايشين فيه، ولا خاصة نشي الحمد لله نشروا ونبيعوا الحمد لله.
كما توفر هذه السوق النسائية العديد من فرص العمل للنساء اللواتي يعكسن إصرار المرأة الموريتانية على إثبات وجودها والمشاركة في التنمية الاقتصادية، وهو ما يتطلب توفير الدعم اللازم لاستمرار نشاطهن النسوي. زمن نشتغل الحمد لله هناتي وجاونا أخواتنا كاملات وفتحوا معانا، واللي عندها شي تجي تسوقوا ونشروه من عندها، وتوف وطالبات العليات كاملات عن أنهم يعتمدوا النساء الموريتانيات يعتمدوا على روسهم ويتموا يشتغلوا ويتموا يحصلوا ما تشي يقنيهم عن ياسر من الأمور ما, 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 ما هو لايق بهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه السوق تتميز عن غيرها من أسواق العاصمة لكون النساء فقط هن من يقمن على إدارتها وتسييرها ويخصصن جل أوقاتهن للعمل فيها بالبيت. في شان سياسي، عقد حزب الأمل للبناء والتنمية مساء أمس بدار الشباب القديمة في نواكشوط الغربية مؤتمره التأسيسي الأول تحت شعار نهضة موريتانيا خيارنا ومسارنا. وتميزت هذه التظاهرة بتقديم أعضاء المكتب التنفيذي ورئيسه الدكتور الشاب جعفر المحمود وسط حضور نخبة من أطر الحزب وأنصاره ومنتسبيه. وتضمن البيان السياسي للحزب تحليلا للمشهد السياسي الوطني بعد النجاح الكبير الذي عرفته التعديلات الدستورية الأخيرة. وأضاف البيان أن جموع الشباب أي شباب الحزب المناضلة قررت إنشاء حزب الأمل للبناء والتنمية كحزب سياسي ينشد الإصلاح الاجتماعي ويتبنى مخرجات الحوار الوطني الشامل. رئيس حزب الأمل للبناء والتنمية الدكتور جعفر والمحمود ألقى كلمة شرح فيها الأسس والمبادئ الأساسية لهذا الحزب الجديد. إن حزب الأمل للبناء والتنمية وهو يرحب بكم اليوم في بداية مشواره السياسي يؤكد على دعمه ومساندته للإنجازات التي تحققت ومساندته لبرنامج رئيس التغيير البناء السيد محمد بن عبد العزيز رئيس الجمهورية. إننا في حزب الأمل للبناء والتنمية نسعى بيد واحدة لرفع العديد من التحديات التي تواجه الشباب الموريتاني، ونؤكد في الحزب على ما يلي: إيماننا بهوية الجمهورية الإسلامية الموريتانية والنظام الجمهوري، سعينا الجاد والدؤوب لخدمة الشعب الموريتاني والنهوض به، مساندتنا وتبنينا لنتائج الحوار الوطني الشامل، ودعمنا للتعديلات الدستورية التي اعتمد الشعب الموريتاني في الاستفتاء الأخير. إننا في حزب الأمل نعتبر أننا كشباب وكسياسيين أمامنا فرصة هامة ومهمة قدمها رئيس الجمهورية، وهي تجديد الطبقة السياسية، وينبغي بل ويلزم أن نواكبها بجهد لتتقدم موريتانيا ونحافظ على صورتها الناصعة بين دول العالم ومكانتها الوضاءة بين الشركاء من أجل مستقبل هذا البلد. احتضن المركز الثقافي لمدينة نواكشوط مساء أمس فعاليات الجمعية العمومية العادية لشبكة سفراء السلام في دورتها الثالثة. وقد تناول جدول أعمال الجمعية العامة لشبكة السفراء التابعة للاتحادية الدولية للسلام التي يوجد مقرها بنيويورك الأنشطة التي نظمتها على الصعيدين الوطني والدولي، إضافة إلى تحديد الوفد الذي يمثل الشبكة في أعمال المؤتمر الدولي للسلام الذي سينعقد في العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة ما بين 17 و 18 نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة 150 دولة. كما شكل المؤتمر فرصة لأعضاء شبكة السلام لتأكيد أهمية الأعمال التي تقوم بها في نشر ثقافة السلم ومحاربة التطرف. اشتكى سكان بعض أحياء نواكشوط في الفترة الأخيرة من روائح الأدخنة الناجمة عن حرق القمامة حول المدينة بما يترتب عليه من آثار صحية سيئة. ولتقصي أسباب هذه الحرائق وتحديد الجهة المسؤولة عنها، أعد فريق من الموريتانية الملف التالي.
ليست هذه باكرة بخور لتلطيف الأجواء في الشارع العام، ولا هي عملية إتلاف مبرمجة، بل هي ألسنة دخان سامة تفاقمت بفعل فاعل، فكانت مصدرا متعدد الأماكن لتفشي الأمراض والأوبئة بين سكان العاصمة الذين وجدوا أنفسهم فجأة ضحايا مكرهين أمام هذا التحدي الذي أرق الإنسان وقتل الحيوان، فكان ولا بد من تكرار النداءات لعل وعسى. هاي مباليت افترنا منها، وكل حد يجي هون نصقوا عنه يجيبوا لا لحمي وتات ما يجيبوا يجيبوا لا لحمي والله وتات صقر من الدشرة ويصبوها لنا احنا، يجيبوها لنا من التفرق زينة، يجيبوها لنا من كل بيده يصبوها لنا. إذا حالته ما يتواسى إذا ما نعرف قال نحارقوا منه، سمعت ولا نعرفوا عرقوا مبين دمية وقدم عليهم تخاخين الياسر ما يتواسى. طالبين منكم انتم كاملين من الناس اللي تجي هون والناس اللي توخض تقلع عن الوسخ بيها الناس بعدها ترقد في الليل، اللام بين الوسخ والناموس. مجموعة واكشوط الحضرية المؤسسة الوطنية الأبرز التي تعنى بالتدخل في هذا المجال تقول إنها تدرك المسألة وإنها تعكف حاليا على وضع استراتيجية خاصة بهذا الملف. إشكالية ذهية لأن الشرائك اللي كسرن معدلة معاهم كانوا اتفاقات في مرحلة معينة عدوا غير قادرين على تسيير هذا، وخلق فهم تراكم قبل مجيء مجموعة نواكشوط الحضارية، لأن دخلت مجموعة نواكشوط الحضارية طبعا فهم صعوبات اتلقاتها، فهم قضية حرق المكبات، طبعا فهم قضية مدبرة ما عرفنا ضبط بالمنين سبب شنو، لأن عندنا مكبين على مستوى عرفات على مستوى تبرق زينة، فهم مدة دبرت في حرق هذا المباليت غير دخلنا بأسرع وقت، ومازال الدولة دخلت بأسرع وقت، وفهم جهود قايمين بها. رحلة البحث عن حقيقة من يقف وراء إضمار النار في قمامات واكشوط قادتنا إلى شركاء الدولة في الميدان، إلى شركات خصوصية المتهمة من طرف البعض بعدم القدرة على تنفيذ بنود التزاماتها مع الدولة. سألنا لماذا تتجمع القمامة أصلا ومن أشعل النيران؟ نحن تابعنا السيزيان من ذلك، من ذاك النهار اللي أعطاونا جبرنا في تراكمات بين اللي فوتنا الشهر، احنا ما نعرفين قاع شيء نعدلوا، موقفين شراي وتراكم ياسر الوساخ ولا خلصنا ولا شيء، يا غير ملي اللي انقبضت الدوله والرئيس والوزير الاول والدوله العامه قبضت اشراعات علينا يالتنا كنا يتراجعوا يقبلوا مقاطعه، قبلنا ملينا احنا وعدلناها طبقناها كي قالوا وقبلنا على مقاطعه تابعه لنا وتنين نصقلوها وعدنا فيها نظام كانت ملانه اجبرنا تراكم حتى انا ما ربطت تراعي فيه كان يلي قدره لكن قلناه. وأثناء تجوالنا بالكاميرا بين أحياء المدينة لاحظنا نتائج إيجابية لحملات النظافة السابقة، ولاحظنا أيضا أن المتضرر الكبير من دخان النفايات هو المواطن المسكين. خارجي قدر من بليدات فيهم ياسر من الوساخ اللي ما هو مضبوط حتى، ويا الله يقير منه توب يا الله تعود أضبط شوي من ذا. بسطاء القوم من عمال النوافة الذين يعملون بتفان بعيدا عن الإدارات وكواليسها لا يرون في المسألة نقصا سوى الغياب البين لدور المواطنين في العملية. موريتانيا قاياتنا نوعاء، احنا موريتانيا في الحقيقة قاياتنا نوعاء، الواحدة اللي يقبوا سيوه يمليها من الوساخ والله يقبوا يلقى فيها موصل في الحقيقة، يارت المرأة في الدار من فسه يارت تجمع مباليت وتديره في نقر زقيبة قدام الدار في الحقيقة، منين يخو عليهم الحمار تعطيها من الحمار مالي يارت ويقبوا يعرف عن هذا وطنه نظافة من الإيمان والإيمان من الله، يقبل هذا وطن ويمشي بيه بلد مين تنكب مبارس يصبها فيها مالي في الحقيقة. ندخلوا في التكميلات داخل العاصمة هي بليدة ولاحظ فيها عجز ندخلوا احنا، واليوم في طار هذا الشارع اللي انتم تراعوا فيه يعني العمال اللي ودين قالوا شارع هالشارع اللي عالت الناس تكب عليه الحمير والوتات نواحي كاملة كانت ملانة، وهام النقض على ذاك على ذيك الطريق الذيكيه
ونوجه الناس أيضا إلى المكب الرسمي. نختارهم يعطونا مولي حماية عودي لا تيننا حكم المواطن القوي والله الثاني يعرفوا عندنا لقلنا لهم دقي وحقي يتعاونوا معنا على وطنهم حين ننظفوا وهم مولي يتعاونوا معنا. وبين تراكم القمامة في العاصمة وألسنة الدخان المتشددة يبقى المفعول به وهو المواطن تائها يبحث عن فاعل مجهول ما يزال البحث عنه جاريا. إذن ختام النشرة تذكير بالعناوين. بلادنا تعلن من خلال بيان لوزارة شؤون الخارجية والتعاون رفضها لإعلان استقلال كاتالونيا من جانب واحد. نواكشو تشهد انطلاق فعالية النسخة الأولى من مهرجان أردين للتعريف بهذه الآلة الموسيقية العريقة. في ملف النشرة تابعتم حرائق القمامة بنواكشوط، من المسؤول؟ إذن مشاهدينا الكرام في ختام النشرة نستودعكم الله ونذكر بأن لنا معكم لقاء آخر خلال هذه الليلة في نشرة إخبارية أخيرة وذلك عند منتصف الليل. إلى اللقاء.